للوهلة الأولى يبدو كأي مسطح مائي في المحيط الهادئ، جزر متقاربة تتفرق على مداه يتلامس مع حواف أكثر من 7 دول. أعماقه غنية بالثروة السمكية، وتقارير تقول إن باطنه يحمل أكثر من ذلك، مصدر مهم للنفط والغاز. المشهد هنا ليس بالهدوء الذي شكلته الطبيعة، فبحر الصين الجنوبي كان ولا يزال ساحة معركة. يحمل اسمها، لكن لا تعترف أي من دول المنطقة بسيادة الصين عليها، والقصة ليست وليدة اليوم، فهي تعود عقوداً إلى الوراء. لطالما طلبت الصين بسيادتها على مياه هذا البحر وسلسلتي جزر براسل وسبراتلي اللتين تعتبرهما تركة الأمة الصينية. بعد الحرب العالمية الثانية قدمت الصين خريطة حدودها البحرية هنا، وأطلقت عليها اسم خط القطاعات 9، وعلى أساسها تصبح جزر براسل وسبراتلي تحت سيادة التنين. هل خضعت الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي لطموحات بكين؟ العكس حدث، معارضة من بعضها ومطالب بأحقية السيادة من أخرى: الفلبين، ماليزيا، بروناي، تايوان وفيتنام، كلها تتصارع للسيطرة على جزر المنطقة. النتيجة صدامات عسكرية بين الصينيين والفيتناميين نهاية 70s و 80s القرن الماضي. منذ ذلك الحين تغير الكثير، لكن الغلبة الميدانية لا تزال صينية، مدعومة بطموح جديد. فعين بكين ليست على الجزر الموجودة في الأصل، فالخطة الحالية تقضي ببناء جزر اصطناعية تعزز نوايا السيطرة على البحر. وهنا يدخل لاعب آخر إلى الساحة، ليس بجار الصين لكن منافسها الأقوى، الولايات المتحدة. واشنطن التي تبعد أميالاً عن المنطقة تعرف أن تفوق الصين في هذا البحر سيضرب مصالحها، ينقص من نفوذها لصالح بكين، ويضع مسار سفن التجارة العالمية في قبضة الحزب الشيوعي. فالحديث هنا عن شريان مائي تعبر من خلاله نصف السفن التجارية العالمية، محملة ببضائع تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار سنوياً. وعلى وقع لغة المال تشغل محركات أضخم السفن الحربية. استراتيجية الأمريكيين كانت تطويق المنطقة عسكرياً بمساعدة حلفائها، أنشأت موانئ عسكرية نووية شمال أستراليا خلال ولاية أوباما، اتفقت بعدها مع فيتنام على استخدام 5 قواعد عسكرية، كما ضاعفت قوتها شرق آسيا بمقدار 60%. حاملات طائرات أرسلت، غواصات تبحر هنا، ومدمرات وسفن قتالية تمر بالقرب من الجزر المتنازع عليها. أندية عنوان المرحلة، فالصين تلعب في مجالها، تنشر غواصات صواريخ باليستية على طول جزرها الاصطناعية، تجري مناورات عسكرية ضخمة في البحر، تهدد بأي اختراق لمنطقتها، وتستعد لأي مواجهة باستخدام رادارها الخارق القادر على تتبع مواقع المقاتلات الأمريكية الأكثر تطوراً كالF-35 والF-22. هل ستكون شرارة التلامس بين القوتين على هذه المياه؟ النفي والتأكيد سيخضعان لما يحصل خلف أبواب غرف اتخاذ القرار من واشنطن إلى بكين، لكن الواضح أن بحر الصين الجنوبي سيبقى لمدة طويلة مركزاً لانتشار أقوى وأكثر القطع الحربية تطوراً في العالم.